بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكي أفرتنات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسوة الري باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، وإن كسوة الري dadka muslimiinta taagta daran xagga dunyada ama saboolka fuqarada iyo dadka qarsoon ee magacoodu uusan muuqanin fadliga ay leeyihiin fi shariica baa soo socday. Waxaa inoo dambeeyay xadiidkii Abi Hurayra radiyallahu ta'ala canhu qumtu calaa baabi aljanna, mise xadiidka Usaama ahaa, xadiidka Usaama. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم كما هدل في المهد دربته يا ربط دمرك إلا ثلاثة صدح مويين: عيسى بن مريم، نبي الله عيسى إن مريم أها، وصاحب جريج، يا جريج صاحب كي ويلك يا راي جريج أمراتك عاي. وكان جريج رجلا عابدا، جريج وحوهان عابدا وإله عابدة، فاتخذ وحو سميستي صومعة بول سوفية بول سميستي ميلو كخل ويو إله كعابده صومعه وقرق لا تردو أما انفيق الله إيه لسيدا مدلها كو الله ردوبه أما سيسين تمركا لألكوذي لدوبة أي مضح فيقين يلتا صومع ذا اللي إذا ذا من سمعت شيء إذا دققته وح أفضوبا لأتكد اكتوبار دوبا لأيا صومع ذا اللي إذا ذا مركا قرية ديسان شيرين وانت دوبي وح قسم أيام بي يقيبتا كوري مضح دوبا ويالي شيرين سينس بيه روبك وقالين وبيه وككلا دريرا. فاتخذ وحو سميست صومعة دير بو سميست دير نوالي صومعة نوالي بول سوفية، فكان فيها واكو شري وأي داسو نحن إذا كو عبادة يسن شري. فأتته حاوت من مال مال ما كمذا أمه يذي باوت مد وهو يصلي أسوغ التكان يا فقال وحيد جري يا جريجو جريجو إن مركا أرقتوي صوصلا أنتي ربتي أرقتوي شيسة ماشي أسو كتشرا أو بول دير بو إنتو ديستيغوري أو أيو كركا كتشرا مسود دغو بنادن ومسود دغو وحصو فورانا مشرو أسو مركو دمعين ودوكا وسيمادو ودن كاكابا تحرك بكسود دغا حرك بصوتور حرك أسو كسود دغا هدون حرك بمشك فولية مالا غالو يا مالا غاسو فولا منا مالا تران تران مالا هل كاسو بنادن كاكاح رينيا. فقال وحتر يا جريج فقال وحوري يا رب ربك يو سو صلاة كتشرا أمي هو يد ميان أجيبه وصلاتي يا صلاة ديدي ما هو يناجي من صلاة ما الله وتا نفتي سب الله تشذي وهدي هذا الكحاران كأهاوي حاصل دعي كرتون هذا الكوب بنانا صلاة إحدى لو واحد له ومرك أويا هاي لسان ومقال أويا لا لسان وحال يا دعي كرتون حي لي هذا الكواب بنانا مسلمين حتى وأوب بنانا في صدر الإسلام أنت أنا حرمين وقوموا لله قانتنا يسود دقين واتقرنا يسان. فأقبل على صلاة صلاة سب اسكوتي فانصرفت ويدي ويسكك دونتو واللابط مر كلها اللواي. فلما كان من الغد بريت مرك اللقاري أتت ويؤتم مر لبات وهو يصلي صو صلاة كتشرة دي حلي قاس يكون ماشا سكوح العنية مرك صلاة يا خير بكتشرة يا مر وكشلة دان ياي ما وجره. فقال وحيت ريا جريج ويقول واقضي فقال وحيت أي ربي ربي وأمي وصلاتي صلاة دي دي هو يدك أن أقبلا وانقابلا. فأقبل على صلاتي بسكوتي فلما كان من الغد بالرياض أنا مكل لقاره إذا وصبر بدن طيبة أتت مر لبعض بيؤتي صدحات بيؤتي ميد وهو يصلي سوى التكنة. فقال يا جريج فقال أي ربي أي ربي أمي وصلاتي صلاة ديدي إيهو يدي كان دورتا. فأقبل على صلاتي صلاتي سيبو اسكقابلو سيوتي. حديث عمران بن حسين أصبح بابك كوين وحاكوين من إني صدح شير أتي ميد صدح جيرنا أيا جريج تري مر والبناي صدح قور كعليس صدح قور بكو عليس يا جريج شيب يا جريج صدح جير بكو عليس ومركا وسو جوابين. فقال وحيت المركي دنبيتي عروتي اللهم لا تميت الله هدين جريج ويبون حارستات حتى ينظر الى ايغو او اشي سو اي قبطو الى وجوه المومسا كوار اللي استوجيال كود دمرك اللي استيحون حن وجهه إلى أركو إشي سوق قبطه إله هدل بجري محاد يلي أيقو هو يدي أنه يصب بحو وجهه يقو وجهه سوق قبطه عندها نو إسر كان وادي ذي. فتذاكر بنو إسرائيل رب بنو إسرائيل أيا وحيكوشا كيستون إسويدية
جريجا وعبادته جريج عبادته بكل شكيست يعني عام بو النقضي انو ماشا كتيرو بنادن وصن ليهينين وعيدو الله اللي تشيرين وان صلاة دا او وضال بكل شكيست وركيسي ومقعيسي باهي ومدي ريبن إسرائيل وبعد نبي الله عيسى ويحالده أي جاري وكانت امرأة بغي وحاجرتها ويني للي ستو مركا أنواناك سنين يتمثل لغوها القبصد بحسن أي بجمالها قروح ذي وناك إذا حقا قروح ذي بلع ذي وحرب بسي صورة إذا أي لغوشي كي سنجروا مقع بحصيب أي آهيد وانا حميد حقا كالي فقال وحيت لكرت قوليه آذنا النادين يجريج مقع يسوى ذي وناك سكشكيني وحي قلت لي إن شئت مضاد دونتان لأفتننه وأنفتنني والدين تنك فتنين يا وادي تقنانه إسلام بحسن بناي وقرحسن اللي يقاني نينك أنا صبن ديقه وكفر حال لي وحيد هذا واد نويل روايتك روايت في حياتي وحيد هذا سيدا يل ده نو صمين كرتو نو صمي ولو واحد روايت قد تلمام يان شياطين يفسقية وذا دكلوا أسوأ كوكع سنبها وشاسي تاجرين أي سميسو فتعرضت له وابن بحضه وش ابن دكتي ومقبول كيسبيات بول كيسبيات روايات قالوا حتى الماما ينتهي كسر دكتي هوين اري جرعه وي اري ريع على صور ريع صور عضي هوس سكو حرايزتي مالمو كد الوريغي سي مرك وداد كو فرح حالته فلم يلتفت اليها موسى ايجن حق يد ام الحسنين نينك ويدي ايغو ايبا اسلام كلا كل حني فلم يلتفت اليها موسى بالعسان ما بالضميم من حتى ينوح كذا يسكت ما بين آدم من سوابها الموسى قران سننبا مرك يا ركتي مرك بلنا ويسوقات وركب شر الله سوق شيء حاسدين يا فسقية فجراء إيه جرجنا ويلودون ويدي فأتت راعيا مد أرتشرو على الراعي وتكتي كان يأوي كسر المنشي إلى صومعته بول كأيه دير كجريج بو مرك هابين مرك قبل كدعوه بول كهوسي سؤاله كحري سنشري او هل بو كدغن جير ولاد كميشن صارن دوش صارن ادي حرم مثلها محرسه فامكنته من نفسها نفته دبي وديبتي ونكاس يسو ديبتي كزنيستي فوقع عليها واكو دعي فحمل اضواء ريسته اوربي قادي فلما ولدت مركي دشي قال وحي تري هو من جريج ويل كدار كيسن جريج بو كاهد اسغا دلي فأتوه قوليه تلكيها هي بقر كي يدد كي مشد جنابة ويمت جريج فاستنزلوه سودك بعده كسودك مش إلى الله مكو فولك كرو روايات كحديث وحتى الماما يا يعني أنت هوسي ما دين بيقول رواقيا جريج جريج وسودك وان بان كوب بان هول باشرتا دم بعد كشيء بعشرة سودك دك شلق موسين ومن سودين من سوئين فاستنزلوه مركي وكدي دين الله الله سونا دقي واي يوار قادن بولكيس دبيالي وتي يقوم في يبرد بكلاد دالين قولي ويدمني فاس بيقاتل وهذا موسى ومعته بولكيس بيدمي مركو واركي انت بولكي لدمني يحرم حايد كل حاجة عدن واد ذني زيتي الماء ده شبه ميش تشوغا خائن باطي مراء استص النقاس كاكا يدك تعابد زاهيدة هوان كان وتكفر عن الله سود وركاس يكو آخر مو والنتي ورسودك سودك ما هي مركب برد بيكون باللابان يقوم في يدب يكون باللابان قري قري وسود ما مركو أرك حد يجيبه قبصي وسود جاي حد يجيبه كسو إسكسو لا لاتش دول كيمد وجمر كل كيمد بمرك الله عن قاضي وجعل وحي جد قلين يضربون أي جراع عيان فقال حلو ما شأنك ورم حايد اللي دي محايد هل محايد الله يد ليزان قالوا واحد إن زنيت بهذه البغي مدنا تكزني ستي مدنا دلي زتا أيات كزني ستي فولدت منك المينا كارد شعور بك وقاد دا الماء اسكلي فقال وحول اين الصبي الماء دشت شيء سن او توسا فجاءوا به المي بي كيرين ويلي ما دين فقال وحول دعوني يقطقوا اي كاتب بلوش يقد اي ميري نمي حتى اصلي الى ان تكذب فصلى وتكذب ركعتين روايه حدك اولى لو ركعت بو تكذب ودعا روايه كلا حدك اولى الهي بو نبري ركعتين بو تكذب الهي نوا بري فلما انصرف مركو صلاة كبح ودم يستي أت الصبي إلمه يراب أتجي فطعن في بطنه بيرك يكجوتي ماشى بجو فرتك جريح واجوتي وقال وحون يري يا غلام إلما ومن أبوك أباه وكما يا كود عليه ورلما هذاني يا كود عليه كما أباه أباه وكما قال وحون فلان الراعي نينك أريتش الكاسو قرر ميزي نينك بعيد عليه
فأقبلوا على جريج جريج بي كسو رمضان ريركي يا تولكي يا وحي نمنك داي بود كلا دعاي دلاي اسكو سو ماجيره يقبلونا يغو دونكاناي ويتمسحون به اسمر مرنها يو بركايزاني وقالوا وحين يدهدي نبني لك صومعتك بول كادي بانو كو ديسينا من ذهب دوبي ديقو هاي ذهب بانو كاغ ديسين رالا او نعافي قال حول لا ما يغدغي ميسان ذهب يفدي اعيدوها يغو عليا بول كي من طين دوبو دوبا يغدغا كما كان سيده يحيى صومعدي يغو عليا واخ كلام دوني اليوم البخاري مركه و بابا قيبتا مركو حديث كاسو مقصد انتو كان في بعض الابواب من هدم حائطا بنى مثله البخاري من هدم حائطا نك درب الدميه بنى مثله القاسو جيدا يعني واحد واجب كو او حوي وانا اسوي كله كسو عليس ان اد كو واناجي سو وافضل اي احسان وي اما عدل هو انا سديس كدغتو ففعلوا سدي بيلن وبول كسديس او غليين وحرك ديرن او اوغ سودين تاسي مركه وا جريج صاحب كيسي وي اما عيسى بن مريم ود القران كات كو مرتين كو غرانيسان كي صدحات وبين صبي حلو المير يرضع النوقي من امي ويده والناس كذا شقي فمر رجل نبا مر راكب قادي سارن با سو مر ويلكي يهويدي روايه كله فمر فارس متكبر من فرس سارن وكبر بستي لا يا ماشي مر على دابه داب سارن فارهه بحسن من فرها فراهه وفراهيه وشيء مركو بحسن يا حادقي هاي يا فارهه الليل القران كان كوي من حاميم يده يا وشارة شأن حسنة ونحسن شارض وهي أذى شارض وهي أذى يا قاب كي إنسان يقول له بسنتاي أما بلعد يدادنانتو إيكا غم وقته ينا عوض أي ليلة ذا على دابة بوسارية فارهة أي حادة ونشطة طيب يا وشارة على مدي أستان أي كم وقته حسنة ونحسن فقالت أمه ويلكي الناس كنوغه يدي وحيت جدي اللهم اجعل ابني مثل هذا إله ولك إنه هاي نين كانوا كلا إيجادك هو يهدى وإسكا قلب وناكسن تقول مه إنه برمصو مقعية شو وناكسن هذا يدون إسا أدون كمرك الله يجنا ده ظاهر كي مقال كاسي بناد وحكو قيميان آدم وإنك جراد لا ليد هذا فترك الثدي المهر الناس كداري الناس كي بكب وذيبة وأقبل إليه نين كي بوسكون مشير فرس كسراي كبير كلا نفبح هاي يقروح صناي شان وكم مغضي فنظر إليه وافيري فقال وحول اللهم لا تجعلني مثله إلهي وأصوك لها يقدق بلا يا كل عضو إسلام توي يا بتاد ثم أقبل وحول كم تشير مركو أنت طوري على ثدي الناس كيسيبس كغلافت ناس كو يدي بكل لافت فجعل يرتضع إنه النوغ يهدر نقود قلي أفكن تو ناس كقالوا نكي فيري يقول إله وكرم كلا يقدق بلا يا قبها دبنا ناس كيسيبس كغلافت فكأني بحول أبو هريرة وحد مدة أنظر إلى رسول الله رسول كلا ينهض بإيجا يعيش كهيو وهو يحكي أصو كقصونية وهو يحكي أصو تشيلية أما متلي صوبنه ارتضاعه إلما يركى نجمدي يسأل نجمة الناس كهو يدي نبو محكو تشيلية بأصبعه السبابة فرتي سفر ملك ستدا في فيه أفكي سبرك اسمه النبي قال لي مركا فرت النبي أفكس وقال لي وحورة المام تشيلية إلما يركى أصو الناس كهو يدي النوغي فجعل صبنا وحوق دقل يا موسى انه فرت سنوغ يسود وغو عديه المه الماء اير والناس كبان كم مارمين لكن الهي باكها اللي قال وحول صبنا ومر بجاريه بها درا صومرين قبلي اضوني صومرين وهم يضربون ايوه قراعي طلق يطبع قراعي روايك الا الدلي وميت كذا يجيد هي بي تلماميس ميت كذا يجيد يا مركا دغخ با لوغو دفنيا اول با لوغو دفنيا قشن با لوغو توريا وانا عاين افلا غادينيا يدو ميدو جيديا ويقول اليه زنيتي وذنيست السرق سرقتي وحباد حدي با اليه مركا اي جيديا اي غرا عاين ايدون مركا نول سيده كموقت حدا وروايته وا وين نوشاي وهي تقول ان اليه حسبي الله ونعم الوكيل الهي با يغفلن وأحد والبي وحل لقول شيء بنت يا غفلا أحلى ثلاث صار تنا أسرع أو قيم بدون أقوى نقصين الله فقالت أمه يد وحي تري ويلكي وضي يسكت كور يبه دنا وحرب تاني تنكت كور تايض اللهم لا تجلب لا تجلبني ويلكي هكية مثلها تنا وكله مثل الله يوذن إذا تو وحباد حضي لي هاي اللي دليه إله ويلكي هكذا دين
فترك وحكت هذا الرضاعة نجمدي بتوجيه ويلك ونظر إليها جودي أضنت للجراعة يلعاها يبغي فقال وحول الله مجعل لي مثلها إله يضوك على إقدك ماش وعذرا بكت تاجنات وحب من هذا اللقمة أنا وادي ذي وحب اللحم أنا وحول الله إقدك مركز دواء المير فهنالك مركز أوش هالك مريسو تراجع الحديث هذا الكبير كل جيتين واضو ذنوي أسيه هو يدي ما مضى مركز وحيس له وان إلهي بكه اللي ينضو ديار ما مرقنا هذا اللي بالفراس كقاط مركز ننك هرنا إله وأسوه كلا إقدك تيد دنبنا ويدا الله ويدو كلا إقدك ما مضى ضد بسو ديار قردو بل ننك اللي حاجوبت ومن حاجون هاي وإلا حاجوت تراجع وإصلاف صديد وإسكوع عشيون ويقال حديثة شاكدي قصدي فقال وحيتره إذا ما كان ضدي باللوضي مر الرجل حسن الهيئة وحين صومري ويليه نين هيئة وناكسا شأن وناكسا لبس قروحسا القبطين له وكو سيدي فقلت وحين اللهم اجعل اللهم اجعل ابني ويلك يكيل مثله إله ويلك أسوك لقدك بان إيدي أنا ودونا كل دونا فقلت وحاد يقول جوابتي اللهم لا تجعل لي مثله الله أسوك لقدك ومروا بهذه الأم أضنت بين لصهم مرين وهم يضربون أيها وقراء أيها الدبية ويقول إليه زنيتي وسرقتي زنيتي وزنيتي سرقتي وحضي فقلت وحاري أنا كود عيني اللهم لا تجعل ابني مثلها أيضوك الله ولك خدق فقلت وحد يقول جوابت اللهم اجعلني مثلها الله أيضوك الأيقدق ما حضر تقوليه سيد ليضا قال وحول سامي هوي إن ذلك الرجل ورانك سيوري ننك أصغها يقول شبه يسي الله وأصغك لكدق الله هاي كان جبارا نن أمضى الدرقي وظالمها وفي رواية كان كافرا كان كافرا قال أبو نك الله الله ويلك يوكل قدك إن ذلك الرجل كان جبارا أي طاغوتا نن كبير بدل متكبر أيوة نجس عمر ري فارس متكبر وايد أهيد نن كبير لا لا بحها هي ومدنا الظلمة حق إلهنا كنت تآذمنا الظلم وها فقلت وحان إلي مركا وانكد عيستيو اللهم لا تجعلني مثله إله أسوك لها يجي لنبان إلي وإن هذه يقول مدن تضع إليهن مدن تضيق وحيليه زنيتي وزنيت ولم تزن ميسا زنيسا وسرقت وحفظ حد إليه ولم تسرق وحميسا حد فقلت وحان الوان دعيست اللهم اجعل لي مثلها أنه وان دعيست وحان لي إله أيضوك لأيقادك محايا لي وحوجي ذا إن أنا زنانا كل عين حما تغنى أنا كل عين حمان أنا كل عين وحي يقصوا قرية ديبان إلهي سبحانه وتعالى أنا عسكذه وذكر قاس وناس حسبي الله ونعم الوكيل أن كدكت أفي أدني أقدام شأن كدكت متفق عليه والوافقين المومسات بضم الميم الأولى من كورول الجذو وإسكان الواوي ووغان الرهيبو وكسر الميم الثانية من كلابادنا الهوصدقو وبالسين المهملة سين أن دبع لهين الأخري وهن الزواني ودمر كان اللي يستوى هي زنادة والمومسة ومفرد كمومسات كأنا الزانية وهي وقول يصوبنه دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة حاذقة حلدر وفريدة نفيسة قيمة بدن حق سوق يسيرد هذه اللي جينا وشارة بالشيء المعجم الآخر وتخفيف الزاء زادنا زاء إلى زاد لفظه وهي الجمال وشارة وقروح ده الظاهر موقت في الهيئة مقال كأي والملبس نرحل شدا كم موقتة قابك هبك لوقات روح ولا بيستو إيه هو قوتين كوي نقادات دريس قابك لوقات ويا قروح سن ومعنى تراجع الحديث أنا وحلق وضع أي حدثت السبية وحدثها ما مضي أم هو يدي وإلمها لحظة شو لا لقر أن تو حاجة تصنوا الجوابي والله أعلم قصد جريج ما كل صوقة بحديث دورة كوي ميت حديث كي حوشب كي عمران بن حسين كي ابن عباس كي أبي هريرة جماعة من الصحابة أي حديث كلا جوري قصد يسخ ولا صدق وحاول جريج وحوها مركي سور نين تاجر أو قنع صدقها قنع سجي أيو مرنكو خسارة مرنكو فائدة وخسارة وفائدة كعاكف بي جب دعب وكب حواي مركز التجارة الدنيا وحبت طري ميسي إسكب الدا يوم إذ آخر آت عروي وحام بالله بيا تجارة لو خسارين حولي أدون كردم بكزايد وحصودم بحراشتي بول بكرد استماع عضاء تولد كردم بكب حي هي شر عضو بول كرد استي بول بكرد سي وسو وسو ممكن مساك ولا كيسي يوم ذا حدا كردو بيمان بنا دفولي كريم بكيستي
halkaas buu xadhig sallaan ka samaystay, xaabadiisa soo kurtay, biisuu dhaansadaa, halkaa kuruu la tagaa, wixiisuu qabsadaa iyo salaadiisa markuu baahdana xadhiggaasuu ku soo dagaa. Hawshaasuu muddo ku jiray. Ibn Cabbaas wuxuu tilmaamay isagoo 13 jir uu cibaadada bilaabay, 20 sanuna ku jiray buu abuulka soomaacada, 33 markuu marayo ayaa hooyadii u imaanaysaa. Hooyadii haweenay caabida oo caalimada oo asaga ka aqoon badan bay ahayd baa la sheegay. Inay caalimad caabida oo asaga ka aqoon badan waxaa ku tusaya say wax u miisaantay, say u miisaantay. Oo markay habaaraysay maxay jirin, ilaahu ha dilin bayti, ilaahu arko dumarka xunxun ee zinaysta wajigooda, maysan dhihin ilaa uu zinaysto. Saadar riwaayadi Bukhaari iyo xad iyo lafdiga Muslim waxaa ku yimid, walow dacad an yuftana la futin, hadday ku habaari lahayd in la fitneeyo oo uu zina ku dhaco oo diinkaba uu ka baxo wuu findoobi lahaa. Way miisaantay, u fiirso maxay ku miisaantay. Hooyadii buu diiday in uu wejigeeda arko. Wal jazaa'u min jinsi alcamal bay tirahee, haddaad indhahaadi u diiday wejiga iyo inay qabtaan indhahaadu ha arkeen bay tiri, haweenaan kuu bannaahay inaad wejigooda aragto zawaani ah, ma dhihin aad zinaysa ma dhihin. Islaan caabidoo khayr badan bay ahayd markay muddo joogtay usoo xiisi jirtay wiilkeeda inay aragto, hoos bay soo istaagi jirtay, jurayjo kor bay u fiirin jirtay. Nabigu wuxuu tilmaamay way saas in loo badhaamiyo mooyaan lama arkay meesha uu fog yahay, sidii tukiyo meel u jooga aadan gaari karin. Maamadu markay hoos soo istaagtay u dhawaaqi jirtay, daaqad intuu soo istaago hooyadii la hadli jiray muddo u sheekayn jiray, kadib bay ka noqon jirtay. Hataa intuu xadhigga u tuuro ma soo dalweeyo oo kor ma keeno ilaa mashquuliyo ka yaabaya. intii yarayd marka ay ku indha kuulaysay imaamadu inay aragto wiilkay dhashay wajigeed ay doonaysay buu u diiday, haddana way sabirtay. Waxay ku soo noqotay 3 maalmood oo kala duwan, 3 jeerna mar buu u dhawaaqaysay. Ummi wa salaati buu ku hayay, ummi wa salaati, salaaduna wa salaatuna ma ahayn, salaadu waajiba. Walidaalika xadiis dacfi ku jiro xadiidka xawshaba waxaa ku yimid, hadduu Jureyj faqiih noqon lahaa, caalim noqon lahaa, wuxuu ogaan lahaa hooyadii inuu ajiibo hooyo yidhaahdo soo dhaway inay ka fiican tahay salaaduu sii wadanayo. Xadiidka dacif baa ku jira, laakiin culimmadu aad bay u sheegsheegaan. Hadduu faqiih yahay oo caalim yahay wuxuu garan lahaa salaaduna inaad sii wadato ku dhagatiiriso iyo inaad hooyada qanciisood la hadasho waxaa khayr badan oo waajib ah inaad hooyada la hadasho. Maxay hooyada in la birigeedu waa waajib, in caasi lagu noqdana waa kabiira min alkabaa'ir, in hooyada la ajibana waa waajib, salaada sunna in la sii watana waa sunno, salaada intuu gooyo in hooyadu ula hadlay ahay. Calaa ra'yi bacdu alculamaana waxaa weeye adoo salaada sunnada ku jirada hooyo ajiibi kartaaba, salaaduna ma buraysay ba qabaan wadaadaha qaarkood ummad muslimiinta ka mid ah, laanna waxay dhe maxay waaba dikriba, waa dikri weeye mana ku jabay salaad, halkaas ayagu mareenba niman baaba halkaa maray. Adoo sayidoona baa noqoto in salaada intuu joojiyo uu hooyo qanciyo oo u ixsaan falay ah ayadoo birigeedii xaqeeda iska ilaaliyo ayadoo, laakiin maysan ka aarsani wax yaroo yar xanuujina ayay ku dhufatay. Waxaa kaloo marka qisadiisu intaasay ahayd, markii uu caan baxay oo magiciisi meel walba gaadhay bay qolyahan u tashadeen, gabadha eefadan samaysay ee wadaadka sharadka ku soo qaadatay boqorkii magaalada iyo dalka haysta inuu dhalay baa la sheegaa. Boqorku kama warqabin gabadhiisu inay xun tahay, laakiin naag xun bay ahayd oo aad iyo aad u quruxsan, rag badan fitnaysay, weliba lacag baa loo ballan qaaday, waxa la dadka ninkaa ka farxalato xoolaan ku siinayna oo taar ka soo gubto. Ayaga sharcigooda diintooda waxay dhigaysay xilliga ayada ruuxi sinaysta waa la dili jiray, xad kale wax kale ma laha. Hadday haweenay ku sheegato inta ilmahan asaga iga dhalay oo diido laga aqbali maayo waa lagugu dilayaa. Zina haday kugu cadaato ama muxsan noqo ama qeyru muxsan noqo waa dil. Jureyj markaa in la dila la rabay, islaam baa ku maqraati kacday oo tiri wiilkaada dhalay ilaahay baa badbaadiyey, waman yataqillaha yajcal lahu makhrajan baa alla uga dhigay. Waxaa la sheegaa oo kale in hooyadii xataa markay ogaatay in Jureyj la haysto uu imtixaanan yahay bay ilaahay baray, waxay tii ilaahayow haddaad Jureyj maanta u imtixaantay habaarka anaan u habaaray ilaahay kurbada ka fayd bay tiri, ilaahay kurbada ka fayd. Ducadiisi iyo hooyadii ducadeedii baa iskaashaday, ilaahay baa marka ilmihii yaraa ka hadliyey oo ku badbaadiyey.
خلاصه مركا انت حصري هو لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه وحلو بدن يا انه هي اختصار الرواد هاي عدي بن عباس وحاكم لم يتكلم في المهدي الا اربعه افر افر ما يوحك لكم هلمبا يا حديث ابن عباس كيمد افر اي صدح هذا الشيء اي قيبه كميد ايسو كجيرن بو كشيغ حديث ابن عباس هل كان صدح با لو شيغي احاديثك اتصوم مرتين واد غرنيسان اسغونا اي قصه اصحاب الاخدود الما يصنعون وهل هو اصبري نار ترقل فانك على الحق وانك سو مر مركه شاهد نبي الله يوسف ايو صاحب جريج يا نبي الله عيسى ايو ابن ماشطة بنت فرعون هي صاحبة الأخدود امس نمرينا لحوي صدى حد ما هيسا صاحب جريج نبي الله عيسى هي ويلكن أذكر إذن اللهم لا تجعلني مثله اللهم اجعلني مثله كهي امتحانك صدح صومها صدح وحقدر تان صاحبة الأخدود أفر شاهد النبي الله يوسف شن قبردي أيضو أف شن لين يسافرون قبردي زي مركو شن الله وقد عليه بسم الله ترى اللي امتحاني سو قرن ميزان ويل كذا وكيه الله هو الصبر قر لي نارتني وذقل يجري لحذابون يا نبي كسوغان لحذاس ولبا شاهدوا صاحب يوسف أما شاهد يوسف خلاف باكوجر لكن شنتك لا يضو أحاديث دو يسوغان تاي وحي وإذا دقر كنت دبيان نبي الله يحيى سورة مريم أنا ويت المانتي مرك يحيى إنه أسوغن كوها اللي في المهدي إيه ما دي لو درا شاهد يوسف من الله صحيح إيه تضبي نقون إياه حصل يعني مرك الله ما معنا وإذا دوك جوابا وحيدا هذا أما هو اختصار الرواد كل بني والب أنتو حفظي أيو قبطي وابن عباس وحفظ لم يتكلم في المهدي إلا أربعة أبو روح قبطي لم يتكلم إلا ثلاثة حصل يقولون مركوا من باب اختصار الرواد ما حقيقي وهذا حمي وما حي وكل بنا بقى انت الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل عليك عظيما ويه نبي محمد كل بنا انت الله شيء بمبدا الشيء اختصار كاسانا الى الصحان والى الرون مركا هنا هذا كجر وحمر مركا حد كجر فوائد سكامي ذو ادي اد ماشي ويا لا بر الوالدين قيمه ولا هاي بر الوالدين وانا اقول هو اذا حق انتو دنيا هاي الله اسكا الى لي ان لو حد قدبين وحقه لو كجر ان لو كتسو من ظاهر كما ظاهرتي مقالله قد اي هوس يا كورغا لو بان هاي ميزان كنو هاي روح عمل كيس صالحه يا وانا كيس قيمه هاي مو ين مقال يا فمنا ما قبطه منا وحلو ما قيمه وحقه لو كجر هذي الرما استعارضون اسيمادان اسكو ريمادان ولا سكيني وايو وأضوع عبادة وأشياء وقت ليهن مثل وقت يسبح يلا هرمرنا إياه هذه وقت موسع يا هينا وحالله كل هرمرين فالأهم ثم الأهم مثل ما كدر يا هيبا الله هرمرين صلاة الجريج إجابة هو يدي بس قبطي هو يدي الله هرمر لازم هيد ونكو خل الدمين وحاكا لو كنت ماشي اسمه لازمان عبادة علمه عبادة بدن إيوه علمه اسمه لازمان أضوع علمي ير يد عابد نغن كرتاه الله عالمة بعباده كوي راجرتا مركه وحوي لبده وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحكل كجرة تدك صالحين ثم مركه يكون عن كربوي إلى هنا بريان أنت من ربي واقع قبل إجابة دق دق سيد جريجبة لبد بادي مركه قاركون الدب الله دجا لمصلحة الله سبحانه وتعالى دونك ووجي هاي أو خير بنا هذا إلا سيوح الدنيا قابلا بان الله أقبل دعوة الله أقبل وحكى لو كجر إن السنة وأنا أكسنت هاي حلق كربة كوكوتي ما إن صلاة الله عرر جريج وأركي زين ركعتين بوتو كذي كذب إلهي وبريي وحكى لو كجر إنه ويسقى تي حديث رواية كيسة أو ويسد أيسان أهين من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام وحق ندى نوعا وحاوي غردا يتحجيلك حبنا قرانتا يفتان كنور كا يوم مضى اسلام كونو كا اما ويسدو من شرعي قبلنا بكجرتي اذا هنا هاس بحديثك معاني كجرة وحامر كماشا امامك اوكان سد حديثك اوكان سد بابك هذا ان سومر اني اها يوكو ختم وام حي اضونتي مسكين تا اذا لدولي سنه اي لقول سنه قيمه عند الله يقول هيت ايا ماشا كم مغضي الما يركن او يري اله ايضو كالايغا ديك باكجرة وحكى لو كجرة إثبات كرامات الأولياء وهدي لجريج وحوها ولي الليل هذا عابد صالح أون عرن نبي بوها
oo sida ka muuqata Bukhari wuxuu qaba asagu inuu nabi yahay saa darteed wuxuu xadiiskiisa ku keenay axaadiisul anbiya buu ku keenay waana ishaara iyo baaqid uu ku baaqay Bukhari inuu aaminsan yahay jur inuu yahay nabi haduu marka nabi yahay law kaana juraju caalim xadiiska munkar buu noqonayaa meesha waa ka baxaya asalana maba asixinba laakiin waa carabka fuqada waa iskaga badan yahay ومن حديث حوشب الفهري ضعف بان كجر عند 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 اكثر العلماء وحصحيح هذا ما على اما تحسين يعطى بركه انها حديث كجر باب ملاطفه اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والاحسان اليهم والشفقه عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم باب دير بامامك كنتي ملاطفه اليتيم اغونك انت انا كتجين فائده مهم جدا فقد كنت قال يا حديثك كجر وحا كجر الى هذا وذا قال مالكيه وانا شرعي انه ضرر مره قال وحي ليين امام الشافعي وحا لغا وريا ايوه ابن الماجشون عبد الله بن الماجشون كل ورن جري فقيها مدني قاعد قرنيسا يا وحا لغا وريا اني قبين غبدها بنت الزناها غبدها ادو اد ميرلانتا كدشاي زنده كدلاتي معشده كدلاتي haday weynaato inaad guursan karto warkaas shaaficiida lagu shunuu shaafici waa shaaciin baa lagu dara qoliha marka shaafici meel uu ku cadeeyo hawsha ama ku yidhi ma ay jirto bal dhaahir nusus waa maxay inuu qabo bintu zina in aan la guursan karin gabadhaadna ay tahay min haythu nasab ay tahay lagu aanayn min haythu walaa wa tawaruth um baa ladidan yahay mooye qoliha marka xadiidka waxa ilay wuxuu tusahaya ilmaha ku dhashay meher la'aanta in adiga lagu haysanin waa ilmahaadi xagga nasabka haday gabadhay gabartay waa gabadhaadi haduu wiilina waa wiilkaadi waa carruurtaadi oo kale fi jamiic al-huquq illa at-tawriith wal-wala wax walba waa ilmahaadi baa laga soo qaadaya oo xageed ka daliishatee waxaan ka daliishanay ila maaliki waa niman dhib badan waxaan ka daliishanay jurayj oo ninka caabidkii saaliha ama nabigaba ah waa asaga yidhi aabaha waa kuma fanasabahu ila abihi aabaha waa kuma waa istinbaad daqiiqa caabidkuna waa ka niqaashi waayo sawa shaafici weyn ah intuu keenay buu ka niqaashi waayo kaanahu yusallim istinbaadka asaga waa runtii banaanku yaalla aabaha waa kuma jurayj yidhi jurayj haddii uu khaldami lahaa ولور واغير معصوم واولي واولياء معصومين ما هو غلطه ما كران الهي با تصديقيه دهن بمعجزه كرامه لو تصديقيه علمي ما لغا هلي معونه يري ابهي وفلان ابن فلان الراعي والروايحتك اوليه وحل وفلان مولى بني فلان عبد بني فلان بروا بتري ايه هوست بول كبول كان هوست سعدي كحرين جري زندر وحي كدعدي ابن جيد كوين هوستيسا وحو دم بول كشرحي با marka waxay dhayn jureej oo ninka caabidka caalimka ah ee ilmihi u tiiriyay aabihi waladu zina aabihi buu u tiiriyay iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu tasdiiqay bi karaamatin aw bi mu'jizati ila wa kharq lil aada wari marku ilmihi hadlayna muxuu yiri aabay waa hebel hebel idan ibnu zina haddaan lagu haysanin islaantuna aysan firaash ahayn aabihii baa loo tirinayaa adaana dhalay nasaban iyo xaq walbana uu kugu leeyahay ilaa dhaxalka iyo walaha mooyeen walaa xataa walaha way ku dhagan yihiin dhaxalkun baa loodu nusuustu diiday laana ibnu zina laa yarithu wa inama yurath xaq aabihi hooyadii laakiin ma dhaxlaya cidna way dhaxlaysa sooma iyadu way dhaxlaysa asaguna ma dhaxlahaya maya nafsa shay dhaxalka waa laga joojinaya qisada ibn mahdi maxaa ku soo martay axmed ibn mahdi inuu sheekhu yiri wixii lacag ay bixin jiray wiilka iskale wiilkana waa dhintay dhaxalka sinada iskale buu asagu waa laga jiidi laakiin asagu wax ma jiidi karo waa sida ay fuqada qaarkood yiraahdaan gaalku waa la dhaxli karaa laakiin asagu nama dhaxli kara muawiya jamaa min at-tabi'in ay ku tageen abu masalada muhiimka ku jirta nisbatu jurayj al-ibn ila abihi wa man abuka u yiri ya tasdiqu allah lahu bi karamatin wa mu'jizatin bi dalishadin bintu zina in ay tahay ibnatun laka wa ana fiqi banaka ya law aad u xog badaw ila faadeen baro malak
إن دلان كاكتب باب ملاطفة اليتيم وعبابي هاي أغنك إن لورد مريو اليتيم ملاطفة اليتيم يوال بنات قبلها اللون حريستو يوسائر الضعفة انت تقدر ودن المسلمين تبا لون حريستو والمساكين سبول كلون حريستو والمنكسرين تلك قلبك جبي غيري با كتمت خولا دافاي ديبا كوسو كوردي حنون علوس با كدعي وقلب جبي الروح نيدا لو ديسو وباهي هي يوال الاحسان اليهم ان لو احسان فلو لو وناك سميهو والشفقه عليهم لو دنقدو والتواضع معهم دين لسبهم بهيو لسدبعي تواضع وين هذا كبر موجنين كسرين ان هذا موجنين ان الله سيمنطي بل كوسيسو الما يركضم كان لعيار يسو كلي ودو غرغورن ود ارتين دقي نوينا خرلو غرغورن با الما لعيار هيا او فريسان هيا غلغلن هيس ما غرانايو سدا اسيغان استايكر اسيغان اردي كرين ان ترتنا ابدي مرقاسد او يا ترتيب اردي مرقاس اسك اسك سو قاد انو كابدي وقسل هيا مرقام هيا يعني التواضع وإن الموجس فقراء المساكين تنا الله سمنتا بل كهو سيسو أو دي سدب عيسو دولك يسود دكتو والتواضع معهم إن دولك لسود دكون لسك سرم مرنين وي يو خفض الجناح اللهم قرب كاللو الدب عيو زمقشري وحيري خفض الجناح قرآن كاتض مقشو وحلو وتعبير آدي آدو حال ليربوري شمبرتو مركي انتي الدقيسو إمال دير قصود وشاقيت كي يكود دقيسو بالك يدب عسابر ويدب عين markay kacaysana way fidisa way kala fogeysa markay kacayso awood iyo xawli bay ku kacaysa haway culus bay galeysa awood bay u baahan tahay markay soo dagaysana waxay rabtaa in ay xubnaha dhan dabciisa baalasha godo ay si tartiib ah meesha ku dagto awood meesha looma baahan marka ayada isdabcin baa loo baahan yahay sida shimirtu mar baalasha u jabiso mar u taagto ayaa muslimka laga rabaa buuray galada baalasha loo taagaya muslimintana waa loo dabcinayaa buuray وركاس مسا اراد في عوض قال الله تبارك وتعالى وحجري واخفض جناحك قربك هذا ادبعي ورارع النبي الله للمؤمنين كو كرمي دينك قاتي وقال تعالى وحكم ربي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا حالين صوم الرعايات نبي الله كحبس نفط كحنب كوا إلهي نصر نصدم وبريع عابدا إن لتشوقودا إلهي درتي أنت ولا إيمانية ولا تعد عيناك عنهم إيش هذا ينطلب إن أيقها ملك لا كلا أك قرآن سن أيق لتشوق أيق الراعي تريد أدو الدنيا يزينة الحياة الدنيا الدنيا بلع أدو الرادين أيه إيش هذا أيق يسن رافين إذن قصدا سوى نصوم مرة يا وحي كسو دكتي قيبا وإيمان دونا أيداس يوحي لمت كابا وقال تعالى وحكم الربين يري فأما اليتيم أغنك صومها فلا تقهرها درق ها قصب ها حوغ أودها أشيغا عقلي يمرق يعود منها أشيغا وأما السائلة مثل حكم ويديس النبي الله فلا تنهرها قلقول عندها كقب هذا لك كقلعين ها قرب حيلا أغن بدهان جرتي نبي الله لو ما حوغ ولو ما قصب ساسا لو كل كولن جري هو يدا أووغا أدي الرياشة باسا كوودي marka dambe ilaahay baa nabiga ka dhigay oo dunuu dhanba ka saramariyay wa ama saala midka toogsanaya falaatanar agul guule qisa waxa la sheegay tariifa inay ku soo dagtay ayadan dambe ay sheegan ala kalaam fi sihatiha wa in ina dha'iftana ubana laakin kutub tafsir ba sheega maali maalmaha kamida sayidana uthman ibn affan ba wuxuugi iibiye laan timir oo aad u quruxsan buu soo gaday nabiga u keenay soo raba nabiga inuu timirta wax ka cuno saadi nabiga loo soo dhigay baan in masiina yiri magaa allah ya noo naxariisto allah u naxariista nabiga laanta timirta u dhiibay uu la dhaqaaqay cunud buu ku bilaabay uthman baa xag ka wareegay laanta buu ka soo iibay mar labaad wuxuu lacagta qaaday laanta isii uu sii soo ceshaday nabiga allah bal wax ka taabuuray uu ka soo daba noqday miskiinkii baa hadana soo jiireeyay maga allah ya allah ku dhowro noo naxariis nabiga wuxuu yiri laantii baa dana sii uthman wuu xumaaday xir buu ka daba tagaa dana mar labaad buu ka soo gaday warbalke marka dad muu cunay wuxuu ogeeyay in laga dayo laga iibire uu daayay laantii baa dana nabiga uthman soo iibiyay nabigu u keenay uu ka soo daba noqday waa mar saddexaad waa imtixaan waa iibi nabigu hadana waa sii mar afraad uthman soo celiyay
مرك أفراد بيقول هذا المقا الله نبي وحول مسائل بات مسبايع باتها نيو منين توصل هي أتى مسنين جناع شو أسوأ شرتيه بات لا أنت أفر قرب اللي جاي بشيء بحق وطبعاً دقاي آيات قصة سكوت قد ودها قارقون شيء واقصة عجيبة كتب وتفسير ويش لقى في رأي مساق ثعل بكتاب ثعل بعفو مرك وأما السائلة نيك توصل فلا تنها قول قولني وحويان وحطرك تتر أما قول معروف سيده أما وراك أتر وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين نبي الله متقانا مما أكتها ليدي متك قيامة بيني يكذب بالدين أي بالجزاء والحساب أكتها يعني واستفهام حالو جيدا دو أكتها يقبل لنك كورا ويحال كيس فذلك متك وحاوي بيننا قيامة يمالك الله يسأبال مرنا يبيننا والذي متك يدع اليتيم أغونك همبورية أما تخانتقية أما فراها قرفتة أما قعانت انتو شفك قلية حق أوكال الطورة ولا يعني وحان لو جيدا ومتك أن أنحريسنين أغونتا أغونتا ومنع فذلك يدع اليتيم أما يدفع اليتيم على قوضة أغونا ومن حريس ومدن قضاء نحريس له ولا يحض أن كعرى بنين على طعام المسكين مسكين كأن لقود شو هذا مساكين تلقودي أغونتا لو نحريستو وعلامات المؤمنين إيه من سن قيامي آخر إن لون حريصا وايو أقونتا مساكين تنا وحلسين وايو لعاون وايو وعلامات كوا قالا إن من سن قيامي آخر وهؤلاء أدق وهؤلاء شايدا سحابة نبي وحو نبي الله قلبي إنجيك بان شايقنا يا قلبي بأت كاضي دحو بان كلا هاي وادنقان لا هاي بل إيشيك وح قلبي وكقبه وقلبي وكدبعه ويقوقه يا قلبي ويوضنه امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين بو نبي عليه الصلاة والسلام أقونت ملحة وصلاح عرض يرد أقونت أطق كل كل ملحة وصلاح مساكين تنا وحسي أقودي قلبي ويقود بعياي علمات وحيلي وحاو نبي وكوضا ومعنه وحاو ينحركو ضدك أهل البلاية دا مصائبتو أي أسيبين كأدو وطنقنيسا قلبي ويقودي أنت عاف ما تقبتي بردو دم يسونها أقوى رجينا أهل المصائب ضدك عريانة ضدك ربان ضدك نباتو قاري كوا كأقدو وضن قنا يساي هذا مركز مال الجنازة رعوة حبارة آتكتو إله بينك إلى مال ما صدم بواد صلاة بتكو على بريضة ويسبدلي وصلاة ويلكو يسب القرآن كذا ويسبدلي وتصور ورسالي كد من الشعب بعد بالله وحير كد يفردك بعد بالله واتقنا برأد مركز ضدك هذا كأقدو وتحوي قلبي وأكود دبعيا وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي نبي قالوا لتشوق صلى الله عليه وسلم ستة نفر أنا ولح روحه فقال المشركون للنبي مشركين تنبي وحكوا إلى هذين أطرد هؤلاء أطرد هؤلاء كوا عين مدين نفيش نضاف لا يشترئون علينا يسن وسو ديرني إن الله فريستانو نقربيانو قوش نقول عليه سدعي عيني وكنت أنا أنا كان هابر السعادة وابن مسعود عبد الله بن مسعود يو رجل من هذيل إنين ره هذيل أه يو بلال الحبشي يو رجل لبان إنه لست أسميه ما هذا أنا المجابين ما لك لكم مجابي سحابي لكن فرد قاسم وصكم مجابي رواية ابن ماجه تكون مرتين بعدين زي نزل هذه الآية أيضا أن عام إيمان دونته فينا أنا جنوس فيا وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال لحدا سوي من ما جمع عديسي وبلال مقداد ابن الأسود وابن عمرنا يا عمار يا صهيب ابن سعود يا سعد لحدا سوي قد فانتين بنو مرينية إذن يا هذا الشيء وحال الشيء سعد ابن مسعود يا بلال يان للشيء عمار يا مقداد يا صهيب طيب مرك نينك الرهو ذي الواكما نينك الرهو ذي الوا نينك الرهو ذي مقداد بأسر كسي أولا شرهو ذي وليها لو تيري وحقوقها حليف بوقوقها لبضا كلام مرك صهيب يا عمار ويرقوا إليه ما مقعابي صهيب يا عمار بنوك إليه يلا بنو ما مقعابي فوقع في نفس رسول الله رسول الله نفتي سوحاق قالي ما شاء الله وحرب دعا يقعين وقرعه ونبي حوز جيلي وحن قال هذا الشياطين انت كوها يا هذا كوها نقف يسوى ونصو اسلامينا بل هذا حرتان يرفق يسوى ويرفق يحدو
kuwan ay soo islaamaan hadhowna xirtaad aad soo ceshato soo ma fiicnaan lahay. Nabigu masluxu fiirinaya masxasu islaam, kuwan xeradii bay kugu jiraane, kuwan iswaalahay hadday kuu soo galaan xerada hadhowna xirtaad aad soo ceshato, waxay dhihiin soomaalidu nimaa wax u diido waalkaba kugu fiican, nimaad wax siisana waalkaba ugu fiican bay dhaheen. Waa disqabasiya la yidhi, waxay dhihi waalka hadaad wax siisato waa waalka, hadaad wax u diidana waalka weeye oo kaa dhiman maysaa, uu kuu cudur daari hilbaa kuu haya asagu kaa fogaan maayo. Laakiin mid shisheeye inaad wax siiso unbaa tol ku tihiin, maalinkaad wax u diido kaa dhimate hilib kale kuu soo jiida iyo xadhi kale ma jiro. Nabigu wuxuu isjiray marka bal jamca lilmasaalix amaad ka faa'iidaysataa. Faxadaa rasuulla sal salam عفواً فوقع في نفس رسول الله ما شاء أن يقع فحدث وأفجبات سبأ لي هذا أفجبني مو رجع مشح على قباء باره نفط النبي محمد وحي قلي وقلي وها أما بقيد سودة ويستا وصحابة هذا بير كادي. فأنزل الله تبارك وتعالى نبي محمد با إلى وحي كسودة شيء ولا تدرد الذين هعيرنها فغين كوا يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حساب من شيء. طيب kuwaasa la iyaga ku dadaal waa midho midho gunta ku jira weeye waa raasumaalkii ayaa ku nafbax nabi allo ayay ka agdhowow meelaha nabiga lagu canaantay aayaddan iyo aayadda hadda kafeed maraysen iyo aayadda cabase iyo waa meelaha nabiga xoogow gacal cun lagu sameeyay maya nabi allo ha yeelin ha u dhawaanin ayagaasa ku anfici ayaga adduunka anfacay aakharaba. Rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyay wuxuuna tilmaamaya in loo naxariisto hadalka loo dabciyo la soo dhaweeyo la weheshado dadka masaakiinta muslimiinta. وعن ابي هريره عائذ بن عمرو المزني وهو من اهل بيعه الرضوان صحابي صوم مرتين ويسكلا ان شر الرعايه الحطمه صوم قرنيسان نينك كلا بحين عبيد الله بن زياد هبينكي قصيد سو شرحني وي صحابي هذو نو كو عدينيا انه يهي من اهل بيعه الرضوان حقا ركم سو شيغي بان فيليا حقا انه كسو مر صحابي حديث كيس 1992 أن عائذ بن عمر دخل على عبيد الله بن زياد بس سويد حقا هوري هذا كون يدي سنة وكو شيغي ونهبين كايدين سو شيغي إنه من أهل بعت رضوان يهينا من أهل الجنة هذا كو قدر إمامكو صحابيك أسقى وحو شيغي أن أبا سفيان بن حرب أتى وحو صومري سفيان حلق سلح حيب اللي وجريوي يا نبي محمد يا كفار قريش sulxiga heshiiska u dhaxeeyay heshiiska nabadeed ayuu madiina yimid madiinu yimid asagoo socda abu sufyaan ata calaa salmaan alfarisi buu soo maray wa suhayb buu soo maray wa bilaal fii nafari macna iyo koox kalo muslimiinta ka mida faqaaluu waxay dhaheen salmaan iyo suhayb iyo bilaal waxay yidhahdeen dadka la joogayba maa akhad ma aysan qabanin suyuufullah seefihii ilaahay ma aysan qaban min caduwillah min cunuq caduwillah fisxa muslim ku jirta cunuq buu ka tagay imaamka oo riday dhib ma laha min cunuq caduwillaahi cadowi ilaahay qoortiisii maysan taabanin seefi ilaahay ma akhadaha meesha looga baahnaa waxay dhaheen waxay seefi ilaahay waxay inay qabato unuunka abu sufyaan maanta uusan saynin oo uusan xaragoonin abu sufyaan ma akhada suyuufullah maysan qabanin bay dhaheen min caduwillaahi min cunuq caduw ma akhadaha meeshii loo baahnaa cadhana ka keentay alla jacayl iyo rasuul jacayl baa ka keentay iyo nacayb ay gaa nacib yihiin waa kalaam ka soo baxay min xabiibin ilaa caduwillah xilliga ayada ah. Faqaala abubakar wuxuu radi allahu tacaala canhu ataquuna haada masaasa leedihiin ku leedihiin lishaykhi qurayshin quraysh waayeelkeedii wa sayidihim ugaaskoodii quraysh ujeedtee wey hadda quraashti bacday ee malageed galay ee maka fadhida markaa ee mushrikiintaayd wey quraashtan kale ma aha hadalku saas u dhacaya atakhsiis biqaraa'in alaxwaal wey abubakarna caqli badan ba oo faqiihu lumma ah marka wuxuu rabaa ta'liif odaygana usuu xerogelinaya hadalkan waa afgubaadsanaya wax ka difaacahaya wadaadahan kale uu iska dhigahaya odayga abu sufyaan le bal qalbigiisa soo amay anaafiya xamiyantay qadusafi ogaanine bal islaam ku soo dabaan أتقولون هذا مساس اللي يدنا كل هذه كل هاي سان لشيخ قريش وسيدهم إذا أبو بكر أنت مركي كصب هذا وحوز جدا أما أنت إلهي هو وعر هذا النبي محمد بقول تبي فأتى النبي أنه أنت أسكدر مرافقين أنت ما أنت بوس
xilli baan guddoomiyey san ugu hayno yasay u socotaay maxaad dhahdaa yasbos miyahay waa taqaan warka inuu warka waa shaqadeenniba abubakar gaalka mucaahidka ah ee waayeelka ah ee ugaaska qureyshad waaba yahayba xagga dhaqaane curfi ahaan yuu ka baqay in ilaahay ugu carhoodo murtadiin munaafiqiin zanaadiqo gaalo diinka ilaahay ku soo duushay yaad maantoo dhan ammaan kala dulacaysaan xirowgu iska la laadiyeena malagii baa galayba isagu fa ata annabiy nabigu u tagay waa inagu soo maray xadiidkii ahaa laa taquul lilmunaafiqi sayida fainahu in yaku sayidakum faqad askhadtum rabbakum munaafiqiinta sayidii ugaasaa ku dhihina haddaad ku dhahdaan he rabbigiin baad ka cadhayseen hadduuba sayid munaafiq idin yahay alla cadhagelisay fa ata annabiya nabigu u tagay fa akhbaru wuxuu u sheegay waxay yidhaahdeen nimankii ahlu sufaha ee fuqarada muslimiinta ahaa asna uu ku jawaabay fa qaala wuxuu nabigu u firsay yaa abaabakar abaabakarow lacallaka aqdabtahum ma laga yaaba inaad ka cadhaysay nimanka markaad ka difaacday abu sufyaan hadalkaada inay dhibsadeen ma laga yaabaa suhayb iyo bilaal iyo salmaan iyo rag la joogay waa hadal culus nabigu wuxuu leeyahay in kunta aqdabtahum haddii aad ka cadhaysiisay laqad aqdabta rabbaka rabbiga baad ka cadhaysiisay maxaa yeelay addoommaha ilaahay addoomo waxaa jira cadhadoodu ilaahay baa ku xidhan tahay cadhadiisa hadday cadhoodaan allah kuwa cadhoonaya hadday kaa raalli noqdaan allah kaa raalli noqonaya maxaa yeelay addoonku markuu ilaahay u dhowaado wuxuu rabbi jecel yahay buu jeclaanayaa wuxuu rabbi necab yahay buu nacahayaa wuxuu alla gooyey buu goynayaa wuxuu ilaahay xidhiyey buu xidhiidhanayaa fa bi yasmac wayubsir wayacqil alimaam ibnu taymiya xadiidka aad u sharxay sharci aad u qiiman atuxfa alciraaqiya ka fiiriya xuna hada qowmkan iska ilaali buu waa qowm kamula fiihim maxabat ullah muwaalaat ullah waxaa ku xoog badan mucaadaatu acdaa illah idan hadalkii ka soo baxay bilaal iyo suhayb iyo salman muxuu ah hadal ku dhisan cala almuwaalaati waalmucaadaat ilaahay wuxuu necebyahay necab yihiin ilaahay wuxuu dhibsaday dhibsadaan rabbi wuxuu axad ku xidhiyay xidhiidhiyaan alla wuxuu jecel yahay ay jecel yihiin hadalka abu sufyaan ay ku yidhaahdeenna waa hadalka uu mudnaa xilliga ayada ah nabigu meesha muxuu yidhi marka ma laga yaabaa inay cadhoodeen hadday cadhoodeen hee yaa cadhooday rabbul caalamiin abubakar waaba ku baryay faataahum waa u tegay faqaala wuxuu ihi yaa ikhwata walaalahayo hadal dabacsan wey abubakar halkaad musaa u dabcinay hawshu kasii daraysa yaa ikhwata walaalahayo aqdabtukum miyaan idin cadhageliya haddaaye markaan saa idin lahaa qaaluu waxay dhahen la maya yakfiru llahu laka yaa ukhaya ilaahay kuu dhaafay dhaheen walaalka anaga yaraayo tasqiirka waa maxay waa tasqiiru taxbiib baa la yidhahdaa cinda ahli balaaqa tasqiiru taxqiir ma maqasheen kan waxaa la yidhahdaa tasqiiru taxbiib wa mulaatafa wa tarfiiq baa loo yaqaanaa marba wax la tasqiiriyaa adoo ruuxa ku kolkoolinaya waa lagu kolkoolinaya magacaadaa la yaraynayaa yarow baa lagu dhihi hawlihii reer noodistan yarow maxaa lagugu bixinaa yarow marka hore inay kulkulinad baa laga yaabaa adoo yarba kadibna magacu kugu weynaada ama dadka kuwa dhashay wuxuun kaga duwanta waad ka baryarta ama waad ka dhuubanta awlo badan baa iska jira kan waa maxay waa tasqiiru taxbiibin wa tarfiiqan wa mulaatafa siyaaqan siiqadan abubakar ma jeclo min fiqhihi hadday saa noqotana wuxuu jecel yahay in la yidhaahdo laa wayakfiru llahu in la wasliyo wuxuu leeyahay habaar bay u ekaanaysa qaaluu laa isku qabo yakfiru llah ilaahay kuma dhaafay isu bedelaysa abu bakar wuxuu ahaa faqiih balaaqi ah wuxuu jecel yahay isagu in markii laa la hormariyo laada iyo jumlada kale loo dhexaysiiyo caraf la geliyo laa maya wayakfiru llahu ilaahayna uu kuu dambi dhaafayaa wey waa laba jumlo isku cadfan oo kala duwan naafiye muhbata ah laakiin haddaad wasli ka dhigtado fasli samaynin waxay isu bedelaysaa diidadun baa soconaysa laakiin siyaaqad yaa diidayo hadda waxaa lagaga badbaaday yaa ukhaya keenaysa yaa ukhaya waxay tusaysaa hawshu inay duca tahay laa maanan kuu caroonin yakfiru llahu laka allaha kuu dhaafa yaa ukhaya walaalkaayow nimaad u diidan tahay dembi dhaaf yaa ukhaya dhihi maysid
oo tasqiir tahbiib iyo tarfiiq la iman maysin almihim muawiy abu bakr iska ilaali darsi meesha ku qaatay oo la yiri iska ilaali fuqaraa al muslimin dhaafadooda qolido taagta daran ilaahina agtiisa ku weyn yeeso ku galaafan inta fuudaysato yaan balaaya ka raacin abu bakr ba sida loogu hanjabay ka bal ka warama adoo gaala iska gadahaya muslimiinta meesha fadhi haf laga deyn culumadaha caayin mujaahiinta waxa ka sheegin ahlu khayrka ku xad gudbin waayeelka muslimiinta ku tumanin adoo baarlamaan iyo shaqada iska gadahay iyo saraakiil iyo mujrimiin iska ilaaliya oo shaayada waa lagu aafoobaa rawahu muslim ba xadiidka wariyay qawluhu yiri ma akhadaha ay lam tastawfi maysan qaadanin way seefi ilaahay xaqaha xaqeedii minhum min caduwillahi abu sufyaan idan waa mid ahlu sunna taageeraya xilligaas abu sufyaan caduwullahi buu ahaa waagi dambana wuxuu isu bedelay xabiibullah وهذا مذهب السلف الصالح أشعر معي قبان أشعر وحيق أبو صفيان حلق أسو أها ولي الله حلق أسو أها حلق أو قالك أها إن نحن أولاد دقالمي إديك مسلمين تدادين سحابوا لها أين لم تأخذ سيوف الله عفوا ما أخذ سيوف الله ما أخذها من عدو الله أي لها أين وولي الله بيدهين لأن مناتك وامحي وعال موافات روح روح كل من يبلغ يا بيدهين ruuxa ku dhiman doona khaatimo wanaagsan ee islaannimo xilligu gaalka yahay waa waliyullaahi bay leeyihiin ruuxa ku dhiman doona gaalnimo ee haddana saxaabiga ah ee waxyiga qorayahe haddu wuxuu leeyihiin caduwullaahi raggii xilliga nabi maxamed muslimiinta ah ee dib ka ridoobay xilliga nabiga la joogana muslimiinta ay maxay ahaayeen cinda al-ashaacira acdaa'ullaahi bay ahaayeen kuwii cadowga ilaahay ahaa xilligu nabigu noolaa ee dibka islaamayna maxay ahaayeen xilliga nabiga la dagaalamay cinda ashaacira maxay ahaayeen awliyaaullah caqiida faasida mujrima wey iska ilaaliya maxaa loo yaqaanaa caqiidatu lmuwaafaa alcibratu cala lmuwaafaati maa yutawafaa bihi arajul wuxuu ku xidhan yahay mucaadaadku cafwan wilaayadu iyo muxuu ahaa buqdigu iyo mucaadaadku waxay ku dhisan tahay dheheen wuxuu ruuxu ku dhimanayo la eegi maayo xaaladda wuxuu ku sugan yahay shareecadu waxay qabtaa ruuxu wuxuu ku qiimaysan yahay xukumka adduunyo iyo midka aakharaba saacadda wuxuu ku sugan yahay baanu kugu qiimayn hawl noo taallama waxaad ku dhiman doonto maalinkaa dhimatana hadday waxaad ku dhimato waa lagugu qiimayn saacad walba waxaad ku sugantahay ku qiimaysan tahay maalinka dhalatay ilaa maalinkaad xijaabanayso waxaad maraysad ku qiimaysan tahay walidaalika axkaamtu way isbedelaysa tabcan lixaali shaksi ina aladiina aamanuu uma ish uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma isdaaduu kufra hawshu sidaas weeye ma aha baashu waxaad lagu timbara kugu dhagane waa kolbaadu waxaa dhiiqda wey وقوله يا أخي روي وحال وري بفتح الهمزة تبا لورشاء وكسر الخاء وتخفيف الياء بل لورياء وروي وحاكوا له ورياء ما كاد أخذ همزة لكر ربي ومحي ويا أخي يا أخي هجاده ريا أخي وي وروي وحال بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء وتصغيرك يا أخي وعن سالم بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انو نبي محمد عليه الصلاه والسلام وكافي اليتيم يا اون كننكي كفاله قاده اي خلكي سي نولشي مسؤول كنقده وي في الجنه جنه غودهيده هكذا سدا صار نبي عليه الصلاه والسلام انيغا محمد عليه الصلاه والسلام اي نينك اغونتا كفاله قاده بيل كود نولش تربيودو دبركه اوريتا في الجنه جنه غريده ما كانو غلينا هكذا ساسنا وأشار نبي حوت المامي بالسبابة فرت وحلقوا عيا لقوا عيا الشيطان كان لقوا عيا عند المسلمين الشيطان كان لقوا عيا ما كان للتوحيد ذري اللي شرك يبخت بوضاي يا أول وسط نحن نبي قصاص كوقفت وفرج بينه وأنا كلا قاد وسداس سجود وكلا فقيه سداس وأنت أول حيث درجة النبي ينن كان أقونت كفالة قاضي رواه البخاري بحث كوريه أقونت ولا كفالة قاضي ولا دري ولا وحلا ترو شرع ذو ما أقبل كي استاكتي حديث كأبي يعلى
منذر يري في ترغيب وحسن يري حافظ ولا أرواته لا بأس بهم هيثم رواته ثقات يري وحاكوي مد روح أهر رأي جنة الباب كي دفر النبي وأنا قبل عليه الصلاة والسلام أول من يفتح باب الجنة أنا مركان سائل باب كجنة أفره يوحن أركي يا ولي هواني أرد يسور ربط إني جنة يقهر قشبا هواني بابا إقربي من النبي عليه الصلاة والسلام أور ربط أني قهر تيني جنة الضف تراثه مركاسا قرنا يا محاضة هيد قبر يا ومدي سور دافتي يعني لا ترتميس مركاسا قرنا وحيد وحانا يا هواني أقونتو دي وأقونتو دي كرسطو أصبرتي هواني انتي أقونتو دي نينكي كرد انتي أقون لسو الرفاضي تربيسي كوريسي باناي نبي محمد بجنة قوات ترتميس قبر دا أيضا حديث كان هو حسن سيد الراجحة مركا أقونتا ألا قوار قابو نيكي هادو حالك وانت وحسي درجه له وارجع حسه ودكتين هذا الله سبحانه وتعالى وكاف اليتيم كاف اليتيم ومحي والقائم بأموره نيكي أتاقن أرمها يا باهيدا أغونك يا كافلك لك وضع وعلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف اليتيم أغونك نيكي كفالة قاضي أرنك سوء استاقي حلك سقادا له أغونك سوء أوليه هذا يربط أطهي أوبط أطهي وعلى كاوي مثلا له وأقون قريب وسكية وحقالة أو لغير واجب ومسلم كالي مسلمين أقون مسلم هنا ديو كوكو أبتراين كوكو نصب هاي بعد كفالة قاد نبي حوري نينك أقون كفالة قاد أقون كأما قرابي سهل نقضو أما مسلم كالهان نقضي أنا أنوي وهو أسقو نينك أقون كدري يلي كهاتين في الجنة جنة سيدا سانكونا وأشار الراوي نينك حديثك وري وحوت الماء وهو مالك بن أنس وهي بالسبابة والوسطى فرط الدحية فرم الوسطى أيو النبي وسطى التلمامي صحابي كان التلمام في السوق رواه مسلم مسلم بوري حديث وري أبو داود ابن بخاري في أدب تكون مرتين يا أحمد باء من حديث عوف مالك وكوي من حديث قاد قيم بدوي نبي وحول أنا وامرأة صفعاء الخدين إنه حسن يا راجع حديث كأصقة أنا وامرأة صفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتامها حتى ماتوا أو بانوا نبي حولها ويني أقول سوكري سوكو هرشد وكو رفاضي إلا أربان أي لطمي بكيد إسبدلي وميلها دامن كم ذوبادي أنا إيا أيضو مالك قيام جنة سداسا كنا هاي نبي الله واتوما قبر داس وقبر قروحنا إلهي سيي أبتر إيا النصب إيا شربنا أدلتي ومع ذلك أغونت ذا كرسة أقولك كسايدي إلى أغونت أي كورين ويكتغي أما أي قريودي هوني أغونت ذا أصبرت أي كرسة إن قرسني ويك أجر بدن تاي هين مدى مركا أصدر اكتب رقع اسكو دوبتا أركا فانتين بيلا تاي ومهم جد أغونت فضلقة وحاكيين يقولك لما عم بارين معنا مش حكيم فضلقة صبر كي أصبر تأغونتي يدنت هذه خاص كذا أي جنودهم ملس كذا كتير أيها إلى أي جريونين أما أي والد كم مر ما هي أدل قادنا يسي هؤلاء إذا مر كرجة كفقات أغونت هذا أدنا يسي إلى أي كورين أما أي جريودين صبر يسي أنا جاي يدو جنة سيدا صنّب يكون نبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم حديث كوري وقول ويد اليتيم له أو لغيره حل جودا معناه قريبه له وقريبه وأغونك كودا و أو الأجنبي منه أما أظنك اليتيم له ولغيره معناه قريبه قريبه له ليس أو لغيره حل ليس أو الأجنبي منه أما نك المه كاشي أظن كاشي فالقريب هو مثله أن يكفله أمه أنت عفوا أن تكفله أمه يدي كفالة قاضي أو جد أو يبا مسؤول كنقضي أو أخوه ولا الكبا قاضي أو غيره من قرابتي والله أعلم درسوا عاون تاسوا نجوا والله سبحانه وتعالى أعلم هاي تعالوا هابين بسؤال شال سو بوريس هاي خير إن شاء الله أولي شح أدب وضمية لك حق الكلام ولنا حق التعليق مية مرحبا والله ما قرنا إيميل لك يعني لكن كتبت هذا كقرنته
oo ku qoran tahay waana raayi Abul Xasan toos u sheegay way asaga qaba iyaguna way la qabaan usuushan laakin Abul Xasan al-Ash'ari boqolkiiba sagaashan wuxuu ka keenay Maxamed Xuseen al-Najjar Maxamed Xuseen al-Najjar buu ka keenay usuushan dambe uu la yimid حقيقة وي روح هذا محوي هاي بلين مولي معلو إلهي بام مسوى روح هذا من عند الله مولي بام مسوى عدو أيقو حيلين هذا عند الله روح سولي وي ما دام إسلام كل من ضون قال من هذا كجر عبر ملها مرك حقيقة وشي ذا أغي وشي ذا وحين كعريان وحين لو يقان قيام قيام امتناع قيام الحوادث بالقديم حول الحوادث بالأصيلين بكدوليان أحكامها اسبدليس في حق الله سبحانه وتعالى المتعلقة بعبادة بإنكرسيين